على العموم للمزيد من التفاصيل والمزيد من التحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. برحب بك يا أستاذ جميل. محافظة القاهرة تسير بخطوات غير مسبوقة في البناء والتنمية والتشييد والتعمير من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كل الخدمات في كل القطاعات الخدمية. لو تقول لنا المزيد من التفاصيل عن ما تم حتى الآن. هو نرجع نبص كده قبل 2014 وما قبلها، طبعا هنلاقي ان محافظة القاهرة محافظة للأسف شديد شاخت، ما كانش فيه أي تطوير ولا تحديث فيها، كان عدد السكان كبير جدا فيها، كان الزحام شديد جدا داخل العاصمة. لكن مع الاستراتيجية اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى في عام 2014 اللي هي التنمية الشاملة وإعادة التطوير والتحديث بما يتناسب مع الوضع الحالي محافظة القاهرة وعدد السكان اللي موجود فيها، شفنا مشروعات كبيرة جدا وضخمة جدا أهمها القضاء على العشوائيات. أنا شايف إن دي من أهم القرارات اللي تم اتخاذها، إن إحنا بنقضي على العشوائيات وإنشاء مدن جديدة زي الأسمرات زي أهالينا وخلافه. كل دي قدرت الدولة إنها تقضي على العشوائيات، تقضي على السلوك العشوائي اللي كان موجود في المناطق العشوائية ونقل المواطنين إلى أماكن آمنة، أماكن يبقى المواطن فيها يحس بذاته ويحس بوطنه ويحس بأن الدولة مداله إيديها بتقدم له خدمات ليها، بتغير من سلوكه زي ما قلت لحضرتك اللي هو السلوك العشوائي إلى سلوك متحضر، سلوك يليق بالدولة المصرية. أيضا الاهتمام بالمواطن من خلال المهارات من خلال التعليم، ده عن طريق طبعا مراكز الشباب اللي موجودة والمراكز الثقافية اللي متواجدة في التجمعات السكنية الحديثة. طبعا في النقطة الثانية المهمة، حالة الازدحام المرورية الشديدة اللي كانت في القاهرة تم فك هذا الازدحام كله من خلال المحاور الجديدة اللي ربطت بعض تماما، مفيش ما أصبحش فيه أي زحام. المحاور الكباري اللي تم إنشاءها في القاهرة تقدر تروح من وسط البلد في الوقت الحالي إلى التجمع الخامس في ربع ساعة أو في 10 دقايق من خلال المحاور اللي موجودة. ما بقاش في زحام كبير، الزحام ده كان بيأثر على البيئة من خلال التلوث، استهلاك الوقود أصبح أقل لأن المدة الزمنية اللي بيتم اتخاذها في الطرق بقت أقل. طبعا ده كان شيء مهم جدا لفك الزحام داخل العاصمة. النقطة الثانية الاهتمام بالمنشآت الصحية والإنشاء والاهتمام بإنشاء المستشفيات وتطوير المستشفيات الموجودة وإضافة إليها أحدث الأجهزة الموجودة لمواجهة طبعا الأزمات المرضية. كان في احنا عارفين ان كان في طوابير انتظار كتير جدا في المستشفيات عشان اداره العمليات الجراحيه، مع التطوير والتحديث في مجال الصحه القوائم الانتظار دي تم القضاء عليها. احنا عارفين طبعا ان دي كانت بتاثر بشكل كبير على المواطن المصري وعلى صحه المواطن المصري. ما بقاش في زحام في المستشفيات، ليه؟ لان في اكتر من مستشفى واكتر من مركز صحي. شفنا ايضا وقت ازمه كورونا والمستشفيات والمراكز الطبيه. إذن بنتحدث عن قطاعات صحيه وتعليميه، مراكز ايضا شباب من اجل ان تصنع جيل رياضي متمكن وقادر. لاي مدى ده يؤثر على الاجيال اللي جايه يا استاذ جميل؟ على الأجيال اللي جاية، لأن الاهتمام بالمواطن بشكل كبير والاهتمام بالجيل الجديد من خلال إنشاء طبعا الاهتمام بالتعليم. احنا عارفين ان في تم ضبط اكتر من 500 فصل جديد في المدارس، وده شيء مهم جدا منع عن التكدس داخل الفصول ويدي مساحة للطالب داخل الفصل. ايضا مراكز الشباب وانشاء مراكز الشباب، الاهتمام بالنشأ رياضيا، كل ده طبعا مؤثر عليه في المستقبل. لما الجيل الجديد يطلع بيلاقي
تعليم جيد، يلاقي اهتمام بالصحة، يلاقي اهتمام في تأهيله رياضيا وتأهيله ثقافيا أيضا من خلال مراكز الشباب اللي أيضا بيبقى فيها تأهيل ثقافي للشباب من خلال النشاطات داخل مراكز الشباب. كل ده طبعا هيتخرج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات، جيل جديد قادر على انه يقدم كل ما يستطيع من اجل الدوله، يبقى في ولاء وانتماء للجيل الجديد اللي طالع ده، ان الدوله بتسعى انها تقدم له كل المتاح في امكانياتها على اساس ان هو يبقى شاب سليم، شاب صحيا سليم، بيمارس الرياضه ايضا على درجه من العلم والتعليم والثقافه. مدن متكاملة يا أستاذ جميل، بوجود كل الخدمات المتاحة اللي احنا ممكن نقدمها للمواطن، مساجد، كنائس، مراكز شرطة، إسعاف، مستشفيات، كل هذه الخدمات لأي مدى أثرت على ليس فقط جودة الحياة، ولكن أتحدث عن نقطة أخرى، فكرة الهجرة العكسية. يعني احنا يمكن كنا بنعاني قبل كده من التكدس والزحام بسبب برضو الهجرة اللي كانت بتحصل من الريف إلى المدن، ولكن هذا التطور اللي احنا شفناه وإقامة مجتمعات عمرانية وهذا التطوير في البنية التحتية مع توفر كافة الخدمات مع وجود مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، ده كله إزاي أثر على ملف الهجرة؟ هو طبعا كانت الهجرة الداخلية تؤثر بشكل كبير على الدولة وعلى محافظات الدولة بشكل كبير، لكن إنشاء مدن جديدة في كافة محافظات الجمهورية وتقديم كافة الخدمات داخل هذه المدن مع توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين وللشباب داخل المحافظات قلل بنسبة كبيرة جدا عملية الهجرة الداخلية، أن هم يهاجروا إلى المحافظات الكبرى زي محافظة القاهرة أو الإسكندرية اللي كانت بتأثر بشكل كبير من خلال الزحام الموجود داخل المحافظة. لكن إنشاء المدن وبالطبع هي مدن متكاملة بشكل كبير جدا فيها كل ما يحتاجه المواطن المصري، أعتقد أن دي قللت بنسبة كبيرة الهجرة الداخلية وقللت من الموارد اللي بيتم استهلاكها داخل المحافظات الكبرى. أنا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا ليك يا فندم على كل هذه التفاصيل.